يا عيني دليني من هادي لا هادي طاح المسك والعنبر كله وفيش يا هادي. يعني الحظ معي انا اليوم. ايه. يا سلام شوفوا اليوم حظي انا بالضبط من حماسي كي يوم يكون حظ عندي ان شاء الله يكون عندي عند وحده ان شاء الله يا سوي لنا عقب اسبحهم بعدكم ان شاء الله اشياء ثانيه حبيبتي العابكم حلوه وركنكم رائع شكرا. شو رايك في اللعبه؟ حبيتها. كنت متوقع شو اجواء هاللعبه اصلا؟ لا اول مره تلعبينها صح؟ اول مره مع انك كنت يعني ساكنه في الامارات وعشتي في الامارات بس ما هذا اول مره. اكيد مشاهدينا يسعد لي مساكم في رابع يوم شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم ان شاء الله باليمن والخير والبركات والله يحفظكم يا رب في برنامجكم الجميل برنامج فوالا. يسعد لي مساك مروه. يسعد مساك سهام ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم في برنامج فوالا. اكيد عندنا ضيوف متعددين اليوم وايضا بنستمتع ان شاء الله في حلقتنا اليوم بنتعرف اكثر على اجواء التراث ويا زميلتنا عواطف محمد. شحالك عواطف؟ يسعد مساكم الحمد لله. شحالكم اليوم؟ الحمد لله أكيد. يوم الحظ عند سهام اليوم. هي اليوم الحظ عند فوز عندي اليوم انا يعني الحظ ان شاء الله وخميس يعني خميس ورمضان. اليوم سهام ومروه بنتكلم شوي عن الموروث الشعبي بالالعاب الشعبيه. نعم. اجواءها الحلوه تعرفون مع التطور اللي قاعد نشوفه الحين بعد هي احد ركائز الموروث الشعبي الالعاب الشعبيه اللي حاضره وبقوه بين الاطفال. رح نتعرف على اسماء هذه الالعاب الشعبيه ويعني في العاب للاولاد في العاب للبنات للحين ما شاء الله يلعبونها في الفرجان وحتى في المدارس يحبون انهم يلعبون هذه الالعاب. بنركز ونحاول ان نسلط الضوء على الالعاب الشعبيه الاماراتيه اليوم بركن التراث. انا كنت بسال خالتي اللعبه اللي لعبناها اليوم شو اسمها؟ هاي لعبه تحطي مثلا شيء بايدش يعني مثل حصى او تحطي درهم او شيء وتسكري عليها ويلعبوها يعني البنات مع بعض والبنات البنات احنا اصلا كنا لازم نعيد معاك وغالي معاك لازم نحفظ صراحه هي لازم نحفظ هي. وبعدين اي وحده يعني انت محطيه مثلا درهم او الحصى بايدك اي وحده تفتح يكون بايدها الدرهم او الحصى في ايدها تكون هي يعني اللي فازت خلاص يعني هو اللي فاز ولا يوم حظه هو اللي فاز يعني فاز يعني بهاللعبه يبغون نلعبهم مره ثانيه حق نلعبهم مره ثانيه اذا ما لقوها بايدك وانت بايدك الثانيه ويعني حطيتك لو ايدك فاضيه يودع تحطي ايدك مره ثانيه الحصى اللي فيها تحطيها مره ثانيه ورا ظهرك وتغير الحصى او الدرهم وتردي مره ثانيه تقولي رد مره ثانيه نلعب اللعبه زين وإلا أي وحدة تطلع بإيدها هي تكون فاز إذا ما طلعت بعد تردي مرة ثانية نفس الحكاية لين يكتشفوا هالحصى والري وفي إعداد معينة حق اللعب يعني كم وحدة بنت أو كذي ولا عاد لازم أربع بنات أربع حلو أربع بنات نلعبها وفي وايد ألعاب شعبية يعني بنرد نلعبهم أكيد أكيد نلعب غيرها بعد الله يعطيكم العافية مرحب بضيوفنا أكيد طبعا مشاهدينا كل يوم نفاجئكم بضيوف متميزين ومواضيع جميلة. الدراما أصبحت لها أهمية كبيرة في حياتنا فهي مرآة التي نرى من خلالها تفاصيل حياتنا المتنوعة واليومية قصص قد تصادفها يوميا عيوبنا أو قد تكون عوالم خيالية أغرب من الأحلام أحيانا والهدف الأكبر منها منذ نشأتها هي المتعة وأيضا هي تعكس الواقع اللي نعيشه في مجتمعنا الحالي بكل ما يحتويه من وقائع سلبية وإيجابية. ضيوفنا اليوم شابان لمع نجمهما أمام وخلف الكاميرا المؤلف والممثل سلطان بن دافون وأيضا ضيفنا الثاني لليوم المخرج والمؤلف والممثل طلال محمود. يا مرحبا فيكم في استوديو فوالا حياكم الله. أنت كبير انت اكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مو انت لسني ولا هني؟ لا لليمين نورته. لا هو قاعد يقول من اول ما دخلت وي يقول انت الاكبر. هو الاكبر. اكبر مقام. مو الاكبر في العمر. هو الاكبر شيء بس. تفضل الله يعطيكم العافيه. اهلا مرحبتونا. سعداء جدا بوجودكم اليوم معانا وحياكم الله بالجيره. الله يخليك. تبدا ولا ابدا؟ لا انت عندك هو الاكبر. ايش رايك تسال بعد؟ لا خليه هو تبدا؟ لا عنده هو المتحدث يعني خلاص عيب اخليه هو يسالك. بنقلب اليوم اول بدايه بخليه هو يسال. يلا تفضل اسال انت. اساله عن رمضان وكيف كان الصيام؟ لا ما ظني.
لا تسيري احسن. صح دام الصيام. حياكم الله. سؤالنا المعتاد اللي دائما بنبنى به اجواء رمضانيه وبرنامجنا يحمل اسم فواله، فاكيد بنسالكم ونقول لكم شو اجواء رمضان وياكم اليوم؟ والله اجواء رمضان صراحه يعني اجواء غير عاديه. دائما اجواء رمضانيه فيها التجمعات اللي عند يعني بين الاهل وبين الربع وبين جسمه، فيمكن هالشيء اللي يميز اجواء رمضان، وبالذات يعني طبعا التنويع في يعني في الجلسات، كل يوم شيء غير وكل يوم كذا وكل يوم كل يوم كل يوم، فهالشيء يميز رمضان يعني عندنا نحن. والاكلات اللي فيها؟ الاكلات انسي. لا انسي، محرومين الفتره هي. فما ادري هذا عندك شيء بعد؟ لا بس خلاص عندك الحين. هاي اجواء على فكره نحن ويا بعض اساس كيف، فما ما نحس انه يعني نفس العلوم مع بعض نفس العلوم نفس الاجواء نفس الاسم يعني. لا اشياء ثانيه يمكن مره تشرد عنا تروح. لا 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 اذا ها بالاخير انا الجسمي يعني المورد. اوكي اي انا الجعله في النهايه يوم اجيب العيد اقول له ترى المورد المورد يعني بشكل عام. انزين شو اللي يميز اجواء رمضان في دوله الامارات بين الماضي والحاضر؟ الحين ما بيقولهم شياب او كبار يعني في العمر هو كذي. هي يعني الثمانينات انا ما اقول في الثمانينات وياك. لا نفس الشيء يعني احنا نشوف يعني غير ما تغير شيء. لا هو تغيرت بعض المظاهر خلينا نقول بعض الغبقه. الغبقه هي الغبقه هي بس هي موجوده عندنا في الامارات من زمان بس يعني مسماها مش غبقه، هي موجوده عندنا يعني هالعاده موجوده اللي يتجمعون كذا عقب صلاه التراويح وياخذون فصارت موضه يعني بالذات الحين عند الاهل وعند هي عند البنات وعند الاهل ثياب جديده يشترون ثياب حقها ومخاسير مخاسير يعني بشكل عام بس هاي يعني زاد الخسر بس يعني ما كان البنات بس اللي عندهم مخاسير شباب مو ما شاركتونا في كل شيء ترى لا ما الكندور كل شيء الكندور وتروح ما فيني اقول يعني كل شيء دخلتوا معانا صح صح الكندور وتروح الكندور كل شيء دخلتوا تفاصيلنا كلها دخلتوا معانا يعني يعني فكرة اليوم اصلا الرجل نفسه يعني شايف شوف هي لمحت بطريقه ثانيه انا لمحت وسكت هي قالت لا احنا ما نحط هالسوالف ما 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 في غير هذا السؤال بعد ترى خسر وهذا لا خسر وغيره كله خسر لان هاك يوم سويت رموشي هو بيقول بنات صناعي وهم اساسا يعني ما شاء الله عليهم الله يعطيكم العافيه. نتكلم عن البدايات او الحين قلت البدايات البدايات الفنيه بداياتك بداياتي الفنيه شوفي انا بديت بالمسرح المدرسي تقريبا يمكن ممثلين الامارات 80% بدوا من المسرح المدرسي فبديت من هني وانطلقت لعالم المسرح وكملت طريقي يعني تقريبا المواضيع هاي اللي هي مثلا التمثيل وغيره يعني هي تكون يا يكون سببها مثلا شخص يبغى شهره صحيح او شخص يبغى مثلا يعني اتجاه مثلا مادي او تلاقي ان هالشيء بالفطره فانا ما شفت نفسي يعني ولا شيء من هالاشياء بعد البحث والتحري فتره طويله يعني هي عقب ما سويت ابحاث وهالتحري اكتشفت ان امي كانت تمثل ها شو ليش يعني ليش عدم عنصر المفاجأة في موسيقى شو ها أمك إنزين فاكتشفت إن هي كانت تمثل يعني في صغرها إنزين وقفها طبعا ما حد كان يدري في الموضوع هذا إلا عقب يعني فترة عرفت هالموضوع فعرفت إن أنا هالشيء مخذنا من عندها يعني موهبة وراثة هي يعني تقريبا تقدري تقولين يعني كوراثة خذيتها يمكن جينات تمثيل جينات ليش؟ امك 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 وايد في العرج امك 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 فبدايتي يعني كانت من طرق يعني اللي هو المسرح المدرسي ودخلت عقب اللي هو صرت اتعلم من دورات وورش وغيره وهذا والحمد لله وصلت الحمد لله انا دوري انا ترى هو سؤال يعني موجه لي اولى خطواتك كانت في تاسيس اول فرقه مسرحيه في مدرسه النعمان بن بشير هذا انا هذا انت هي لان انا بدايتي في عمان صحيح هي كان عمرك ما يتجاوز ال 18 اظني لا خبرنا اكثر عن هذه الخطوه الخطوه هاي طبعا جت عن طريق اللي هو استوحيته من سالفه او فكره المسرح المدرسي. المسرح المدرسي كان مفعل يعني من طرف وزاره التربيه والتعليم وكذا بس يمكن المدارس نفسها ما كانت مهتمه للموضوع هذا. فكل ما يصير المهرجان اشارك يعني من اول المبادرين نشارك وكذا.
فعندنا واحد من الشباب يعني بمجال المسرح والتمثيل وغيره كان يداوم في جهة أحد الجهات يعني الموجودة. قال لي سلطان ليش ما يعني تسوي لنا كذا شيء يعني حق أسبوع المرور ولا مثلاً مثل هالموضوع. فقلت له أوكي اشتغلنا. فالجهات الثانية حبت الموضوع إن كل مرة سلطان تعال عندنا يوم الأم يوم الأسرة يوم العيش يوم الطحين يوم الدلة. أنت خبرة عاد. وايد اليوم صح. فتعال واكتب واكتب. فقررت إنه شو أسوي. قلت حند أوكي إذا في إقبال من الجهات ليش ما يصير في المدرسة هذه يعني تصير فرقة مختصة حق الموضوع. والفرقة هاي بالعكس راح يعني كل سنة أوكي مثلا خلينا نقول مثل ثانوية خلص الثانوية روح إذا روح روح إذا روح ترى في ناس ياسين يون وياسين يكبر العدد صح وأنا بستمر معاهم. وفعلا يعني الفريق يمكن ظل معاه يمكن حوالي 6 سنوات 7 سنوات يعني من يوم أنا طالب من يوم أنا طالب في هالمدرسة مثلا وخلصت وداومت وغيره وهذا وغيرت دوامي مرتين وها بس الفريق مستمر موجود. بس عقب يعني انشغالات الحياة ومسرح وسفرات والدنيا وهذا فشوي تقدرين تقولين ان الفريق اكيد شو طلع. فيك انت اسمي هي هي قصة يعني رحلت كفاح طلعت تبقى قاعد تبقى هواء عشان تصحصح لا بالعكس على الاقل بدايته مثل الاوادم مو بدايتي انا زين احنا بنعرف بدايته هو طلال وين بدايتي بدايتي اول ما بديت كمبارس دور ميت بالعكس من هي انطلقت وين اقدر اقول انا القصه مالتك انت هاي ورحت ورديت وهذا انا حتى فعلا اخذت دور ميت هي انا اول بدايه لي على المسرح يعني قالوا لي بتمثل اخيرا قلت لهم اوه بمثل اخيرا جيت على المسرح شو دوري تعال طيحني طحت رشوا علي دم لا وبعد الدم اللي رشوا علي ظهري للجمهور انا هي طايح للطوفه خلصت هي روح داخل بس اعطوني 250 رحت مطعم زمزم بعد كليت نعمه شو كليت بعد شو لا بعد دفع غير المتشاور شو بياكل هاي زمزم في الشارجه هي اللي في الشارجه غير المتشاور شو بياكل هاي يعني انا بدايتي هي البدايه الكلاسيكيه اللي نعرفها كلنا يعني انه واحد من الصفر بدا وكذا انا من صغري يمكن في الفريج يمكن حتى في المدرسه يعني بس احنا كنا ناخذها من سالفه انه كيف اشرد من الحصص اقوم اروح المسرح المدرسي اقوم امثل وهي مسرحيه كديتها 7 سنين هي نفسها بس غير دوري بس هذا انا فشيء موجود فيني وكان يلاحظون الكل فهاي البدايه كانت ونفس الشيء مثل ما قلت لكم بدايه كلاسيكيه بس يوميا تعرفت على المسرح شفت الخشب شفت الامور هاي وبدايتها اللي مسك ايدي الاستاذ مرع الحليان يعني ما قصر معي من البدايه يعني حتى عقب ما شافني اني انا طموح وقال لي لا انت مو بهني مكانك فاعطاني دور ممثل غاب عنه في مسرحيه اطفال كانت اسمها بستان الخير ايه فكنت انا احد اتباع الشرير وهذا فلمح مني شغله طورها ومنها دخلنا ورش استاذ عبد الله صالح ما قصر معي بمروان خذاني بعض الاعمال وهي وبديت بالطفل مسرح الطفل عقبها دخلنا على جو اللي هو مسرح الكبار والكوميدي ودخلنا على التأليف ودخلنا على الأفلام وكل هذا بس البداية كانت ميت تقريبا كنا بدينا بالطفل ايه شيء ايه بس آخر شيء خذيت شيء يعني الميت طلعك شيء ايه عشت كانت أولى خطواتك يعني انطلقت وين انطلقت ما في أول خطوات ما انطلقت أولى سدحة هو يبى أن أول خطوة له شيء يعني شيء ما بطولة على طول شيء يتكلم فيه ما أقدر أكتب مذكراتي ميت ما يجي هذه بدايتنا أنا وهذا شو رأيك بداياتهم حلوة؟ حبيت بداياتهم يعني متصالحين مع الموضوع خاصة الدور الميت صح دموعي تنزل أدوارك أول دور سلطان دخلت فيه أول دور خذيته شو أول دور خذيته أنا إذا مسرح طفل يا أسد يا ثعلب لا هي كل مسرحياتنا تجي قبل أو شو اسمه هذا بعد مال أنتو كرام مال زبالة يكون هي صندوق زبالة تري عربية مسرحيات شي دخلت أنا بعد شو ها أي واحد أنت مسوي شيء شيء لا أنا ما سويت شيء مرة سويت أنا أتذكر أنا سويت شيء برميل خروف برميل لا مثل لا مسرحية غير هاي ما شاركت فيها والله ما كنت برميل لا كنت زي مال خرفان مال خرفان ما راح برميل وخرفان
ترى مسرح الطفل قبل شيء هو شيء يعني هو مسرح الطفل شيء يعني في البدايات ترى يعني يوم حضرت مره حق ولدي اوكي فكنت مستانسه ان ولدي بيكون على المسرح شيء اخر شيء دور برميل قلت له الحين انت كل الدور طلعت فيه برميل قال برميل بالعكس انا لي دور لي رساله لي صح صدق يعني عنده رساله سامي يا اخي ابي يقدمها بالعكس يعني شو ما كان الدور صح في رساله سامي في رساله صاحب ياخذ دور الشيره ويا مو سهله انزين انت غبت عن الساحه فتره وعن السينما وعن خشبه المسرح شو السبب؟ لا تقول الفكرة أن بداية الميت. لا لا. ما يخص. شوفي أنا الأفلام غبت عنها 6 سنوات بحكم أن المهرجانات لغت عندنا يعني للأسف أغلب يعني عندنا أهم مهرجان كان مهرجان الخليج السينمائي أفلام الإمارات اللي تأسسنا منه في أبوظبي يوم كنا في المجمع الثقافي من سنة 2000-2001 فغياب المهرجانات ومهرجان دبي السينمائي صار كل 2 مرة. فقلت بلاها يعني واتجهت بعض التجارب سويتها على اليوتيوب وبعد قلت لا يعني فالقابل الكبير اللي صار هذا وغياب الدعم نعم انه ما في دعم ونص افلامنا من جيبنا الخاص نشتغله وجهود شبابيه فقلت هذا فمن اعلنوا استاذ هاني الشيباني وعامر سالمين على مهرجان العين السينمائي الدوره الاولى فقلت لهم شباب دام من الدوره الاولى بحط بصمتي انا شي فاتجهت وبعد 5 سنوات رجعت للسينما ورجعت مرة واحدة سويت فيلم قصير واشتغلنا على فيلم طويل بعد حق السينما وبعد في فيلم شهر 10 ما شاء الله ان شاء الله هي ما شاء الله يعني تي رجعتي رجعه قويه بس المسرح قويه بعد ليش الاستراحه ليش عمرك يعني وايد هذا سهام هذا اللي يقال عنه استراحه محارب أي. يعود وبقوه وبقوه الى الساحه هوي يعني حسيت محارب زرع وهذا واقف عند السينما عند السينما سلطان وطلال لا لا احنا ما نقدر لا ليش اكيد عشان نشرب معاكم لا بس ما نبغى نشرب بس عقب ناكل خبز رقاق لان عيني زماعي شاهي لا شيء شيء يلمع سمن سمن على البول زماعي ترى شاي احمر زين اقدر اسير هناك اخذ يبي يجيب لكم في شيء جاهز لا لا عقب 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 بناكل عقب ليش عقب احنا بنسولف نبغى نبغى نضرش مال لباس ناكل كلام لا لا عادي حتى لو ناكل نشرب شاي ترى انا بشاهي حسب شيء يعني سلطان لك ما شاء الله تاليف مسرحيتين في مهرجانات مهرجان دبا ومهرجان كلبة هذا التحدي الكبير حقك حق مسرح كلبة ودبا الفجيرة هي نعم هي هذا التحدي الكبير ان تكون يعني مؤلف لمسرحيتين ايه طبعا مسرحية اللي هي مسرحية ارتف كانت لفرقة مسرح كلبة نعم ومسرحية المهرجان لمسرح دبا الفجيرة من اخراج الفنان حسن رجب طبعا اوجه له تحية الله يعطيه العافية ومسرحية أرتف كانت إخراج الفنان محمد جمعة علي. نعم. أنا في البداية كنت كاتب مسرحية المهرجان ومجهزنها. نعم. كاتب إنه ويالس أي مسرح أي فرقة أي مخرج يبغي نص يبغى بيكلمني بعطيه النص. مجهزنها يعني. إيه. فعقب بالصدفة يالس أنا مع محمد جمعة جلست أتكلم معه وكذا. قال لي أنا مكلفين إن أخرج وكذا وأبغى أدور نص مو محصل قلت شو بخاطرك يعني قال يا أخي أنا بخاطري يعني شيء جو غريب قلت يعني مثلاً جو غريب شو يعني مسرح الطفل تقريباً كل الأجواء مسواية يعني ما راح نقدم شيء جديد نحن أنت شو تبغي قال ما أعرف يا أخي خاطري شيء فراعنة وشيء أجواء وهذا قلت له فراعنة وطفل ما تستوي قلت له اقول لك شيء انا بسوي شو تحوثين تعطيكم شكر اقول بشرب شاي انا بشرب شاي بروحه بشكل بدون شيء لا لا عادي بحس بعي انا بشكر على فكره انتم كلكم كل ضيوف نفف ولا عندهم لا على فكره الشباب بس لو تلاحظين البارحه نفس الشيء مش البنات بحط صبعه بيستوي ما يقول عن البعض انا ما اقدر حطيت صبعي بتسمم ما انزين ف بديت ابحث 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 تفضل صبعك دخلت العبخ شكرا شكرا تعذيب فصرت ابحث وكذا وهذا اوكي طلعت وسويت وها بس شكرا اصب الشاي بحضنك الحين تعوذ من الشيطان تطلع بين عينك تطلع بين عينك انزين فصرت ابحث وكذا وهذا وشوف الحين الموضوع وين
الموضوع اني اوكي انا بحثت وعرفت وسويت وهذا، انا شو راح اقدم للطفل عن طريق يعني ثيمه، خلينا نقول ثيمه الفراعنه وثيمه هالاجواء. وعندنا واحد من ربعنا محمد عادل، طبعا هذا على كثر ما تضارب وياه، على كثر ما تضارب وياه اول واحد هو اللي يوقف وياي وانا اوقف وياه، ما عرفت شيء نتناقر 24 ساعه، بس بالاخير ما على فكره يعني هذا الشخص انا وهو نفس الطبع اللي بينه، يعني علاقته طلال ويا الشخص هو محمد عادل، فهو رايح يبحث وانا ابحث وانا اجيب، وهذا تكومبي تكومبي لا لان هو لقبه تكومبي، يعني ما اعرف ليش ملقب نفسه كذي، بس محمد عادل يعني على اسم بوكيمون. والله والله العظيم بيكمون قلنا على الهواء بعد خلينا على فكره جيب. في شيء قريب من البوكيمون يصيد جوائز ولقبوه بصائد الجوائز، شو السبب؟ تكومبي؟ لا يا رجال لا تقول تكومبي يا ابني جايستين انا هو؟ صح؟ منو؟ اسمه طلال انا؟ صائد الجوائز هي قالت بيكمون يجيب جوائز بيكاتشو البوكيمون اللي يعني قصدها انت بيكمون هو شو هو كان بيكمون انا اقصد صائد الجوائز ايه هاللقب اللي ليش هاللقب على فكرة صار سوء تفاهم في الموضوع لا هم بلا بلا في لقب عليه صائد الجوائز صح هي في لقب عليه فعلا هي هاللقب عاطيني المهم ما علينا من بيكمونات وايد عندنا بيكمونات فصار اني كتبت وسويت وكذا وهذا وتقدمت الاعمال بس انا كنت خايف من شغله واحده ان النصين راح يكونون تاليف سلطان والنصين هذيلا يعني باسلوب شخص واحد عرفتي فالاسلوب يعني ممكن لا انت خايف انك داش منافسه وطلال محمود الصوب الثاني هي بس بالاخير دخلت المهرجان هذا العمل افضل عمل متكامل وهذا العمل افضل عمل لجنه اطفال وانا طلعت كذي انت طلعت شيء يعني تصفق اليمنى على اليسار خليه هي يعني الحمد لله العملين يعني بروحي احسن ليش ما تذكرت المهاب الموضوع تذكرت الموضوع تذكرت هاك الموضوع اللي كنا نضحك عليه فالحمد لله يعني توفقت في الموضوع هذا ويعني صاروا نصين مختلفين ما في شيء يشبه الثاني لا من حوار ولا من فكره ولا 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 من ولا اي شيء يعني الحمد لله هيا لا شاكر شو تسوي هذا هاي مسرحيه الساعه الرابعه خبرنا عن الصور سلطان هذه مسرحيه مريوم السنافر مسرحيه مريوم السنافر كانت شخصيه بابا سنفور لا هذا كان احد واحد من ربعنا كان ماخذ الشخصيه واعتذر وكان عندهم عروض العيد فالتحقت فيهم يمكن خلال البروفات يومين وكملت باقي العروض كلها وياهم والصوره هاي اللي في الوسط اللي هي مسرحيه تريلا كانت من تاليف الفنان الكبير اسماعيل عبد الله واخراج الفنان الكويتي محمد الحميلي وطبعا هاي شخصيه حميد هني صبي قهوه هو الله شوف شوفني يوم انا ازرق ها زومبي بوب زومبي هذا الله والله هاي احسن عمل يعني بالنسبه لي هاي شخصية نحله لا لا مو بنحله ها نمر 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 على فكره هاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله ها انا شرشبيل هني اي واحد لا اله الا الله محمد طلع شكلك قبل ها على فكره مسلسل ايامنا مسوي دايت سلطان؟ ها؟ مسوي دايت انا اللي سالت هني ها مسوي دايت؟ لا هني هني ولا الحينه؟ لا لا هنا اكيد 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 خادت لا هالصوره قديمه مسلسل وايد قديم كل واحد من مسلسل ايامنا انت هذا؟ هي هذا انا مسلسل ايامنا ابدا يعني في مسوي دايت صح الحين لا مو مسوي دايت لا لا بس بس مسوي قاص معتي وجالس اللي ما عنده ميراد على فكره طلع ترى انت قاص قبلي لا انا قاص قبلك صح الفضايا انزين هاي الصوره من مسلسل ايامنا تسوي خبز ما ادري هي وهاي هاي طرزان هاي مسرحيه طرزان طبعا المسرحيه هاي من تاليفي واخراج عمر الملا الله ايوه اتكلم عنها هاي المسرحيه من تاليف طلال كانت هاي من احلى الادوار اللي خذيتها في حياتي هاي حرب النعل حرب النعل هاي حافظ ادوارك وهاي مسرحيه الجلسه ايه بو مروان وجه لك تحيه
شوف شوف هني بعد يعني قبل هاي لا 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 مو بنش مرقات ما ادري شيء الله شوف هاي مال حديقتنا لا هاي مال مسرحية قم مطران مال مسرحية قم مطران لا هذه هاي مسرحية شيطان البحر شيطان البحر ايه وهاي كتيبة وهاي حرب الناس ما شاء الله مشارك خلينا نتكلم عن كتيبة يلا نتكلم عن مسرحية كتيبة مسرحية كتيبة طبعا كانت من تأليف الفنان الكبير طلال محمود شرايك شرايك تيجي وأنا أقول فنان كبير ها زين وإخراج مروان عبد الله صالح جت المسرحية هاي تزامنا مع يوم الشهيد كان اللي هو كان أول سنة أول سنة أول سنة أعلنوا عنها يعني أول سنة أعلنوا عن وصادف إن أول يوم افتتاح مهرجان الشباب مهرجان دبي المسرح الشباب صادف إن في نفس اليوم فكلفونا بعد ما شافوا التواريخ كلفونا أنا ومروان يكون عمل الافتتاح إن عمل يناسب هذا اليوم اللي بالنسبة لنا إحنا يوم صح. عظيم يعني أكيد فقلت حق مروان المهمة مو بسهلة ان احنا بعد ما قطعنا شوط وشوط كبير في عالم المسرح من ناحيه الثنائيه ما بين مخرج ومؤلف نيجي نقدم عمل بهالطريقه فقلت له مروان الوطنيه عندنا يعني لها مكانه خاصه فما تنطرح بشكل مدرسي اللي هي الوايد مباشر فقمت اخترعت توليفه اللي هي الكتيبة 190 190 رقم أول شهيد إماراتي والكتيبة اللي هم الكتيبة اللي أنا أحكي قصتهم اللي رايحين اللي راح بنشوف منهم قصة تضحية وقصة كفاح وقصة مجموعة شباب يعني فسلطان كان من بين الممثلين الفكرة كانت أن اختيارنا للممثلين هم الشباب اللي كانوا في الخدمة الوطنية توهم راجعين فيايين وعندهم الخبرة في الميدان نفسه ومروا بالتجارب فيوم يجون على المسرح كممثلين وخاضوا هاي التجربة العسكرية فبيعطونا الواقعية اللي نبيها في المسرح وما قصروا الشباب وقمنا بالعمل هذا واشتغلناه وقدموا من أجمل اللحظات الإنسانية العظيمة التاريخية في حياتي أنا بالذات لو أتكلم عن نفسي أنا كمؤلف اعتبر كتيبة 190 من الاعمال او المحطة هذه اللي استثنيها من باقي المحطات او الانجازات اللي موجودة بحياتي. الشباب اللي موجودين في العمل من بينهم سلطان قدم بالنسبة لي انا يعني وانا قلتها حتى قبل هالمرة في حياتي يمكن ما نزل دموعي هالانسان. وانا في حياتي ما صحت صدق. وهذا حياته ما صح وفي العادة يضحكني يعني وانا اضحك. يعني سلطان يعني خاف ضحك. ما شاء الله عليكم انتوا الاثنين طاقتكم ايجابية. هي لا بس هاليوم؟ لا هاليوم اكيد. اليوم تعرف شو سوى فيني؟ خلاني ادش في الكشاف. مروان يمسكني تعال هالصوب هالصوب انا ما اقدر ما اقدر ما قدرت يعني لحظه استشهاد الجندي صح. قام سلطان يقول حق صديق انه قوم يعني قوم يعني نحن انتصرنا نحن انتصرنا ترى نحن اللي فزنا يعني قوم ما انا انا وانا بقول هذا الحوار واسترجع يعني اللي استشهدوا من ربعي ومن اهلي ومن من ومن فخلاص يعني انهار ما انا انهرت انا حتى الحوارات ما قمت اقولها بس يعني الجمهور يسمعون بس هالتنهيد مال مال الصيحه انا واحد من الناس اللحظه اللي هي قلنا فيها القسم القاعه لو فيها 1000 نفر تسمعون 1000 انسان قاعد يقول القسم ويردد ويانا هاي انا اقول لكم من اللحظات اللي عمل افتتاح مو منافسه مسابقه ولكن جائزه خذيناها في هاليوم كرمتنا كلنا يعني انا وايد استمتعت في اليوم كل منك والله العظيم ولا انا وين كنت واقف اتريا صفق حق الناس يصفقوا لي انحني هاي ما كنت بعد بعد يتني لا وخلاص يعني ما يعني جد جد يعني احساس الوطنية احساس يعني احساس الوطنيه وتوني راجع ومسؤوليه وتدرون يعني شهداء هي لا يعني احنا يعني شوفي تخيلي احنا شباب واول ناس بنقدم شيء وشيء على مستوى وتدرين صح. كل الانظار علينا شو بيقدمون هالشباب صحيح فما قدمنا شيء سهل بالنسبه لي انا مو شيء سهل وعلى فكره البروفات ما اخذت لنا 5 ايام فعليا 3 ايام انجزنا فعليا 3 ايام هي فعليا 3 ايام بجوقه ممثلين وبعدد كبير وضرابه كان في احساس حسبت كان في ضرابه ضرابتهم ان انا ما اعرف اشتغل جاد لازم كوميدي لازم اضحك وعلى فكره في 3 ممثلين في العمل هذا من بينهم سلطان وغانم ناصر ومنو بعد كوميديين يعني هم الأساس كل تمثيلهم كوميدي فأول مرة نشوفهم بهاي الصورة
فهاي المسؤوليه كانت كبيره وايد وايد كبيره يعني بالنسبه لي وايد كبيره. سلطان وطلال انتم اكيد جعانين بنخليكم تشربون الشاي وبنروح فاصل سريع ويا مشاهدينا ورجعكم حقكم يعني يلا نتريق الفاصل. رجعنا لكم عقب الفاصل مشاهدينا وبنرد لضيوفنا سلطان وطلال. طلال طلال سلطان ضيعتوني الحين. لا انا طلال. سلطان وطلال اللي بنظاره سلطان طلال اللي بنظاره وين تشابه؟ ما ادري مربي شنبي حق اللقاء ما شاء الله عليكم وايد تتشابهون. انزين طلال ليش سموك صائد الجوائز؟ ليش اطلقوا عليك هذا اللقب؟ تمام بعرف الجواب ما خبرتني. انا جوي انا يمكن عندي حساسيه من هاي السالفه مو يعني ما تزعل. قبل كانت بالنسبه لي سويت لي شيء يعني ولكن الحين ما قمت ارجع لها يعني هذه المحطه كانت موجوده فعلا لان سبحان الله صارت ورا بعض. بديت اكتب سيناريو يعني بديت في الكتابه ما بديت مسرح على طول لا بديت افلام. كل فيلم اكتبه يجيب جوائز مع المخرج الله يعطي الصحة والعافية سعيد سالمين. انتقلت للمسرح نفس الحالة كل ما أكتب مسرحية تجيب جوائز ومو جائزة جائزتين تجيب الكبرى يعني تجيب 8 جوائز يعني في المهرجان 1 8 6 7 قاموا لبسوني بهاللقب. وأنا قلت لهم على فكرة في مرحلة مراحل الحياة هذه الحياتية كنت مغرور وكنت شايف نفسي وكنت متعالي على الشباب بس ما كنت أضرهم يعني ما كنت أخرب شغلهم بس كنت دائما أشوفهم بسطحية هذا في الواقع؟ هي لأن فعلا يعني تتخيل واحد يسمونه وهو ياس يكتب توه بادي ملك الجوائز ملك الأفكار ما في أحسن منه سابق وقته يعني أنا أتذكر خذتك حب العظمة وفعلا لين ما أنا يعني يوم حسيت أن ياس أخسر اللي حوالي من الشباب يعني ما انا ما اخسر ناس كبار انا اخسر شباب وانا همي في الشباب اكثر لان هيلة بالنسبه لي هم جمهورك هم لا هم سند مالي يعني انا في النهايه يوم بكتب ورق اذا الشباب ما وقفوا معي الورق بيظل ورق في الرف موجود يعني النص بس منو يحيد ورق هذا الممثل عندي انا له اهميه اكثر مني انا فعلا فغيرت القناعه اللي فيني واعتدلت الحمد لله يعني صرت اكيد في شعره صغيره ورفيعه بين الثقه بالنفس وبين الغرور فبعض الأحيان ممكن يصير خلط بين الموضوعين بس الجميل أنك هو كان مبالغ أو لا هو خلط وخلص الجميل أنك تعرفت بهذا الشيء على فكرة يمكن بس الناس اللي مثلا يعرفون طلال محمود داخليا يعني يعرفون طلال هم اللي ظلوا معه أما الباقيين مثلا اللي معرفتهم في مثل سطحية أو معرفتهم مثل هذا يبعدون إذا شافوني في مكان يطلعون يقولون هذا لسان طويل هذا يعقب ما يثمن الكلام كل شيء صرت الله يعطيك العافية ليش تقولت شو بي زين سلطان تستمدح سلطان على المسرحيات اللي تدخلت فيها أو ألفتها كانت كذا في تدخل منك باختيار الممثل اللي بياخذ الدور اللي أنت كتبته لا لا لأن خلاص أنا من يعني المؤلف مثلا من يكتب النص خلاص ما تعطي دور معين يعني حق شخص معين لا 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 إلا إذا مثلا المخرج يكون طالب مثلا يقول اكتب لي يعني مثلا شخصيتك ضعيفة البطولة أو إذا قال مثلا البطولة أبغيها للشخص معين هذا هو ترى مثلا لو قال مثلا يعني ياني مثل مخرج قال لي أنا أباك تكتب لي نص وكذا كذا بس البطوله بدك تكتبها لطلال فانا شو اسوي اصير اكتب يعني ابني النص وابني كل شيء بس البطوله ابنيها على لسان طلال بما اني انا اعرف طلال او اعرف الممثل مثلا اللي مرشح مروان او غيره طيب هذا في تحدي انك في شخصيه معينه مثلا شخصيه كبيره دائما لها ادوارها الكبيره على الشاشه والمؤلفين طبعا يعتبرونها او يحسبونها حسب حساب فانت يوم يعطونك هذا الدور يقول لك انت اكتب لنا حق هالشخصيه ما تحس ان هي صعوبه عندك؟ لا مش ما في صعوبة بالأخير ترى هو فكر وراح أحطه على الورق وراح يلعب فيه المخرج يعني وبعدين ما راح يتطبق 100% وأنا عارف هالموضوع وطلال وايد عارف هالموضوع لأن بالأخير يعني هذا ورق إحنا نقول هذا ورق ناخذ مثلا الزبدة منه
أو المشهد مثلا شو يبغى يقول شو يبغى يسوي صح. ونروح صح. هل ونقول. تعتمد على خيالك لا قبل 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 الخيال شو صح صح شو صح صح يعني أنت تقول لهم شيء يعني يالس لا لو أنا برع بقول هذا تكلم أنا عارف شو تبغى تقول ترى كذاب ما عليكم والله عارف شو يبغى يقول ترى هوش بعد اشتغل نصوص من تأليفي أنا ما هالكلام ما صار يا سيقول الحين حق ما صار ما شوف تسوى لي سالفة هيا اكتب سلطان اوكي انا بعد شوي غير انا على الاقل افرض لا ابي فلان بس يوم يكتب له سلطان هاي الصفحه حقك قول يا بابا زين انا القارني على الستيج معاه يعني انا اكتب المسرحيه ونختاره ممثل وانا ممثل معاه اطلع شويه برع اخليه هو على المسرح ارد سلطان للحين على المسرح شو يسوي شباب ليش انا معطينا صفحه مروان مخرج مروان شو السالفه يقول خله شو خله يرتجل شو القصة غير حبيبي سلطان أنا رمضان 30 يوم ما صمت بسبتك يا سكتب لكم مسرحية العام طبعا العام لا الحين لا زين الحين أصومي زين تعال حبيبي ويرتجل مو هو طبعا هو لازم يعني هو يعني بالأخير يعني كعند الجماهيري الجمهور اللي يعني اللي جايين يبون يضحكون يبون هو كاتب كوميديا بعد يعني اضافات للكوميديا انت تدخل نقول نكهه مو نطعم احنا نصيد اللي يصير يعني شيء جديد يا جماعه حر ولا انا حران انت حمل وطيس على فكره انت مو بحران انت يوعان الرقاق والله الرقاق تعرف خالو هلا هلا بالرقاق خلينا ننتقل لتشعرات نروح عند تحينا احنا تراه اي بس بعدين بخليه بروح عند تحينا باتش سوفيا احنا بتوصلكم اللفاله بتوصلكم جهزوا لنا الرقاق بي باخذه بعد شوي حاضرين حبيبتي. اليوم ويانا خلو ام سعيد وام سالم وام محمد شوي بنسلط الضوء على الالعاب الشعبيه الاماراتيه قديما والحين وطبعا ام محمد نحن نعرف انه ما شاء الله هني بعد للحين بالفرجان بعدهم اليهال يلعبون هذه الالعاب بس قبل شوي كنت تغني لنا شيء أغنية عن يوم نلعب هذه الألعاب نحن بعدنا بنسمع سمعها الأغنية لا مو هذه نفسها واحدة ثانية في أغاني وايد يعني خصوصا أغاني الشيء اسمها العاب الشعبية ايش أغاني ألعاب هي ألعاب شعبية بس دائما نكون حافظين شيء كأن إنشودة نقولها بداية اللعبة يعني هي يعني مثلا احنا توني اللي قلت لكم يا عيني دليني بس في لعبة ثانية تقول يعني سوك بوصة ينب بوصة دوك الدود والحمد وزعيمتنا رفت وتحذرت يا بتصبي ينغاوي حلاوي يضوي على ضي القمر ويب لما رطيب تنخش كاري يمي عطيني سيف بلاقي في عبد الله بن سلطان لا ضغتنا عقربية شقربية دوسة خيل ولا مطية يعني لازم يسوي الإيد بع نفس الشيء يعني نفس الشيء دوسة خيل ولا مطية تقولي مثلا دوسة خيل يعني دام مطية نقول إيش تطلعي من اللعبة قول دوسة خيل قول يعني لازم أكون عارفة تنها هي دوسة خيل إنزين تحب ربش ولا تحب المقص قولي طبعا أحب ربي إنزين تحب أعطي هي تحب ربش ولا تحب المقص قولي أحب ربي أحب ربي طب أعطيك ليه بالسحة يعني أعطي كلبي السحة تسوي إيدش ولا ونش أعطيت هذا إذا ما عرفت تطلع من اللعبة خلاص ماشي ولكن تحفظوا لهم كلهم وفي هذا بعد لعبة ثانية بس هاي يكون يعني مثل أربع بنات ثلاث بنات ما تكون يعني وحدة تلعبها لازم يكون في بنات وفي غير ألعاب مثل ألعاب الأولاد يلعبوا قبة يحويدو يلعبوا على هذه الدراجات مالو شو في ألعاب وايد مال الأولاد وفي المريحانة بعد البنات ايه المريحانة البنات يعني اللي هو يسوونها المريحانة هذا عادي يام العياد وفي لعبة بعد تكسف ريلها البنية ولا الولد يعني شيء كبينة في يعني تشيل وتنقص على ريلها وحدة على ريل وحدة عشان هي تقول قص على ريلة وحدة ووحدة وش تباها يا هالشاهين قلناها وداها بيت حيانها وش يبوها ودوها بيت كسبان اللي هم أهلها ويدودها وغيره هاي الألعاب الشعبية وفي بعد وايد هاي في وايد ألعاب شعبية خلاص مشتاقة لها الأيام يا سلام بتلعبين عقب أنا وسهام ومروان دوم لعبتكم هاي لأن حلوة وايد حلوة أكيد ويوم بينتقلون ضيوفنا بعد عندكم أكيد بتلعب بنسألهم بعد شو كانوا يلعبون هم في بعد لعبة ثانية كوكو يا كبدي مقصي يعني مثلا اللي بنا يسوي يوم البنات لا بخالي كيرا حقكم اشتونا عنه أكو يا كبدي تلسع على الأرض تسوي إيدش كده أكو يا كبدي وزويوني بعبدي
والمال مال أبويا والعبد عبد أخويا وتنقز يعني تبادل السيرات يعني هاي الألعاب. وبناتك الحين يلعبون البنات يعني البنات لا الحين الأول الحين يلعبوا البنات الحين ما يلعبوا أول يوم صغار أول يوم صغار يوم صغار يلعبوا بس الحين يعني يوم نروح المدارس نشوف الأهل هاي الهذي يعني العزيج لا لا ونسوي إحنا بعد يعني يونا البنات يلعب في المقواس هذا بعد نسوي في لعب وايد من البنات بس ما أقدر أميود المقرف أنا بيعود حقك يعني مثلا نسوي لعبة نسوي حفر حفر في الطين بعدين نشيل الحصى ونغليها كذا ونشيلها ونسوي إذا طاحت خلاص إذا ما طاحت يعني وبعدين نسوي إيدنا هذا إنه مو نسوي أذكر هذه اللعبة إذا طاحت يعني خلاص أنت طلعت من اللعبة بعد كم حد يعني شيء يتجمع عشان يلعب يعني يمكن 4-5 لعبات يعني اللي تطيح من إيدها خلاص تطلع تبقى الباقين يعني تطلع من اللعبة ما تكمل ما تكملها خلاص تطلع راحت عليها ويلعبوا لين يعني هذا اللي فاز ترى يفوز اللي ما تفوز ولا تطلع من اللعبة تطلع من اللعبة وبعدين يلعبونها مرة ثانية هي حلو هذه الألعاب البنات. كانت أيام المدرسة في بعد واحدة شي كنا نلعبها أنا نحط إيدينا في إيد بعض هذه بعد ما يعني تسوي إيريد شي خلوا لعبة التيلة بعد ونحط فيها التيلة يا مريحان في التيلة هي التيلة يا مريحان سيري وتعال كل هالبنات عرسوا ومن هيك تتين وكنين و هي وايد يعني كلمات بسيطة مفردات بسيطة بس فعلا يعني لها نكهتها لها جمالياتها مرات يعني يمكن بعض الكلمات احنا ما نفهمها فلما نسأل عنها نشوف ايش كثر يعني هي لايقة على السياق الحديث مو انه كلمات وخلاص على فكرة عواطف الاستاذ سلطان والاستاذ طلال ياسين يلعبون وانتوا يا ياسين يعني هم معاكم على المود اصلا هم يعني حتى الاولاد هذول عندهم العاب هي هاي مال السيكل اللي دوم كذي لعبتها والقبة وهذا عاد الحين يسوون عمارهم الحين عيال الحين ما لعبوا ليش لعبنا صيد سمك لعبنا لعبنا عنبر يوم بتيو قسم التراث ورونا الالعاب اللي تلعبونها ايه كل الدفاشة الالعاب الدفش لعبناها صح صح اكيد بتقولون بعد شو الالعاب اللي كانت تلعبها نكمل وياك عواطف ولا بعد بتخبرينا عن الالعاب اللي احنا تكلمنا يمكن وايد ركزنا على الالعاب اللي البنات يلعبونها الاولاد بعد عندهم شيء العاب اذا اقول يلا الالعاب اللي لعبتها الاولاد كايب على حدو تعال بحدو ما ادري شو وايد العاب عندهم ويلبس الخيشه وينكسوا فيها ما ادري شو وبعدين يحطوا شيء في الرمل واللي يعني هو يقدر يشيلها من الرمل هو اذا ما يقدر يشيلها عواطف انا بسالهم يعني غير الالعاب كذي على ايام قبل يعني اكيد ما يقولوا ما سويناها يعني اكيد سواها لا لعبنا في اشياء لا مش الالعاب ما نطيت مزرعه شليت حدال شليت هبه خضراء هاي الشطانه هذا دقيت جرس واشرب ترى شوفيني انا على فكره دقيت الجرس هذه اللعبه صح هاي دقيت الجرس لا يعني بدنا نشرد بس انا مو شرد بس خليني اركز الحين على الحدال وعلى الهمبا هذا كله سويناه سواء في بيوت مزارع كسر احواض كسر احواض كل شيء سوينا كل شيء كل شيء هو انا كنت مؤدب يعني شوف لو عيال كنا دقينا يعني جرس قبل المشاكسه اللي كانوا يسوونها اليهال يعني ما حد قال انه يعاني من هايبر اكتيف او مريض نفسي او غيره الحين أو اي حركه يسويها الطفل الحين شو قالوا عليه يباله دكتور نفسي هذا تغيير سلوك لو احنا الحين على ايام قبل نسوي الحين كلنا في مستشفى طبعا لبسنا هذا بالعكس طبعا تدري شو لو ايام قبل كلنا بنعبي استمارات مستشفى الامل تغيير سلوك كله لا صدق والله يعني احنا تشوفين حتى اليهال تشوفينه مثلا لو لوكح تلاقى ركضه وساره واغلى المستشفيات وخاص وسوون حق شو واحنا نكح لين الرئه تطلع ما حد يعبرنا واحنا مو بس نكح نحن حفاي في الفرجان حفاي بلاقي نعاب بلاقي شيء لا مرضنا ولا سوا فينا شيء خالتي على سوالف الكحه والمرض خلينا نتكلم يوم يردون تيهم بلاعيمهم وتذي كان بتي أرميل على سلطان ولا على طلعت بس سقطين البلاعيم حطي لي لومية وحطي صبعك وسقطي بلاعيم ولا سمن وكركم لا خلينا نتكلم على الموضوع كان يسوي ليمون احنا عندنا هناك عندنا وحدة يعني ما شاء الله عليها هي تعرف تسوي احنا تعلم والله نتعلمت لنا اشياء وايد الله يرحمها بس توفت كنا دائما نجلس عندها نشوفها شو تسوي شو ما تسوي من سنتين بس توفت لحد الآن يعني من يمرض الياهل ودوا لها يعني الحين شو تسوي تجيب فكس تدهن هنا إيه البلاعيم ويوم تخنع
تجيب يعني يا بالفوكس او تجيب كركمه او نيله وانت عافك حلقك يدخل الصبع والنوش ورفعته لسانه طايح ايه لسان طايح ترفعه فعلا يعني يعني يطلع يطلع, يطلع مثل تبد وهذا من حلقهم يزوعوا والحمد لله وتشربهم فنيان قهوه الحين شو الحين شلوا اللوز اي والله انا عندي الحمد لله اللوز اللي تقول عن الوالده انا عندي الوالده على فكره عندي الوالده عندي الوالده اليوم باكر تمسح وتسوي وهذا اليوم باكر هي ما شاء الله وطبعا اليهال ما يحبونها امي طبعا امي تتابعني وين الكاميرا امي تتابعني ترى تطلع الروح صدق يعني اليهال ما يحبونها ليش ما يحبونها لان يوم عندهم اللوز ايش تسوي كريم ودهنه دهنه 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 تحطت صبعها عشان تسوي البلاعين وعد اليهال واه طلع الروح خلاص عقب يوم تعال حبيبي تقول ياهلي لف عني يروح على فكره اليوم اصلا يلجؤون لهذه الطرق التقليديه لانه الشعبيه لان هي الافضل يعني هي الافضل والله هي الافضل جد يعني المساح حق العصبه حق امراض كثير بس يعني بس ساعات عندهم علاجات خرافيه الوسم سالفه اني انا اسخن واحط بصله في دلاغ وفريلي هذا ايش اسمه طب صيني الوالد صدق الموضوع حول ولا لا هذا طب صيني موضوع انه الواحد يوم يسخن يحط بصله فريله وما ادري ايش يسوي في اماكن الناس يعني بس هذا صح هي صح لاني انا جربتها والله على فكره في شيء ثاني تكون سخونه وكذي تحطيه تحت يسحب الفيروسات يسحب كل شيء لا وفي بصله تحط بصله بروحه يموت من ريحته بعد خليني بس يروح طب الشعبيه بايد بينس في مال ساعه وش هي بس يعني هالاشياء موجوده عندنا يعني جدر ليش بصل الله هذا صار ابو سعيد بتخبر ابو سعيد ردي عليهم لان البصل والحرارته 40 نزل الحراره انا بروح اسوي ترفيع يوم تلتهب اللوز انا خنع بالفكس وامسحه وبالكركم تنزل حرارتهم انها يوم زاعوا طلع الوساخ وهذا ارتاح اليهال وافركهم بهذا بالبصل وافركهم بالفكس والبسهم الزلاب هذا يعني وايد وافركهم زيت الزيتون والقهوه يوم تكون زيتمه بعد كنا نحطها بالفنيال بوفاس والقهوه واحد يشربها يعني وحتى يوم يكون يرحش زجاجه ولا شيء ورق موز بعد يا رماد يا شو اسمه شو رماد والله هي رماد يوم انا بس هذا طبيا يعني يا رماد يا قهوه قهوه انا هل جسمه هاي شغلته لكن بعض الاحيان القهوه تسوي التهاب للجر واذا ياهل بطنه منتفخ تو مولود بطنه منتفخ حطوا له هاي مثيبه وحطوا له ما ادري لا والشراب اللي يشربونه ابو مي غريب ما خلاص الحين ما شيء مي غريب حق اليهال الاوليين ما شيء الحين مي غريب من ولد اليهال يحط لهم ماي الغريب عشان يرقدوا والنعم اخر شيء بعد اكتشفنا انه ممنوع منهم بالزين وهذا هي بعد عواطف جهزوا الارقاق هي حاضرين لا والله بعد اول يوم المراه تولد والياهل يتم يصيح 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 شيء اسمه عرق الليه يسموه كذا مثل ملولو عرج الحيس اي هو احنا نقول يقول عرق الليه يحطوه بالماء شو فيك طلال شو فيك عرق الليه ومين معي يا سعداني شو فيك انت شو فيك هذا زولك يا متحمس اشياء تراثيه يا اخي انت عندك مشروع ليش تمثل هي تقول اتعلم منها هي والله اخاف عشان توصلني باخذ رقاق لا موضوع الوسم بعد روح خالتي لازم كل حلقه تكلمينا فيه هي الوسم بقره وقعود انا دسوق فيك والله بكره وقعود امي صح ولا انا غلطان اذا غلطان قول لي انا غلطان كم عمرك يوم الحمه تجيك الحمه وما تهدى يقولوا في يقولوا عنده السابعه السابعه واسمه بكره وقعود ويا تحت هي عندك السابعه وفي اليابعه وعندك والله العظيم والله بالظهر لا بروح اخذ تحت السره ونيه وحق اللي ما تحمل في هذا في عند نوره في يدها عند في يدها والله في هاي الداشره شو يسمونها بعد تنوسم واللي في تشحه تشحه هاي واللي في تشحه مخصصه بعد على فكره انت فيك تشحه انا بفهم انا عشان باخذ رقاق لا انا عشان رقاق عشان ما باخذ رقاق احنا نسمع بس انا فادي ما تخلص عن هالاشياء اشياء وايد من الطب الشعبي نعم بحر تعلمنا الصراحة وعرفنا وأنا روحي تعلمت إحنا عدنا أهلنا كلهم تعلمنا من ماشي نعرف كل شيء عن الطب الشعبي هو اللي يعتبر أسنانه
مسمار. هذا محقد نسوي له بذارة البصل ويفك حلق الولد وطيح له يعني من أسنانه جود ولا إذنه توجعه كذا نسوي له سبع حصايات كذا نخليه كذا يسوي وينزل مرة دود صح الولد سبحان الله. أنا عيالي وعيال بنين سويت لهم ولد أخوي سويت له ريال معذر وكذا الحين موجود عند المحقد موجود وسوي ليش توسمني بصبعي لا ما بوسم ربي باكر لا ما بوسم شوي بس اسوي لك زنجبيل ولومي ما ابي منك شيء صدقني والله ما ابي اسالوني اي سؤال خلوني اروح ارقاق يبوا لها ارقاق ارقاق اكل ارقاق واسكت لا مروه تبغى تجيب لكم اصلا تضيفكم تجيب لكم ارقاق لا يبي انا ما انا بشرب قهوه وبقهوي عفقر بقهوي عمري ولا بصب لك عاملي وسمعني ها تربي من ايدي لا فيها قهوه الله قهوتهم صفراء بروح انا اخذ بعد قهوه تبين قهوه اكسبت الدله هني لا سلطان عقبها رقاق ها قهوه لا 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 بنفسك بنفسك تبقم ما من أهل البيت ما سلطان من أهل البيت ما شاء الله عليه هي من أهل البيت وأنا بصب ليش قهوة بس ما يستوي الرجال يضيف حربة صح هلا ولا أنا غلطان شفتوا صح أنا عارفة عفقة ترى أنا زين سنع أدري تبي توسمني بصبعي يا ربي إنزين ليش ما عطيت ليش ما يشرب سوالف زين سلطان على هاليلسات يعني مثلا هل تقول يلستك مع الوالده وانك ما شاء الله بتنتقل شوي موضوع ثاني يعني وانك ما شاء الله عندك معرفه عن هالاشياء نقول القديمه هاي بروحها تنفعك في مثلا في تاليفك لقصص او مسرحيات اذا هي تصوبي انا ما بتكلم خل هو يجاوب هو سؤالي بس انت جاوب انا ما بتكلم شكله مدخل لك موقف او شو اسمه انا بسكت ضحك والله الحقيقة هو شوفي يعني هاي الشغلة أنا لاحظتها على سلطان مو من الحين من عرفته إنزين مرات يسولف مثل السوالف هاي أنا أحس بشوي لابس عبا وياس فهاك اليوم إحنا عندنا مشروع مسلسل إنزين نفصح الأمور المهم عندنا مسلسل كوميدي هي أول تجربة لي تلفزيونية رسمية يعني إني بكتب مسلسل فيوم عرفت ان في شخصيات حريم كبار بالسن وتي وفي وحده منهم شعبيه وايد ايه؟ ووحده لا على اساس انه مودرن تقول ما لي غير سلطان المرجع مالي انا اكتب وهو عدالي يعدل اكتب ويعدل قمت وشو سويت قلت حق المخرج قلت اشوف حبيبي احنا بنكسر القاعده احنا عندنا مسلسلاتنا المحليه كاتب واحد يكتب 30 حلقه وما تركب خلق الله كلهم تطوروا برا ورشه كتابه وكتاب على المسلسل الواحد او على الفيلم الواحد في ورشه كتابه نعم احنا عندنا يكدون 30 حلقه وكاتب واحد فكره واحده يعني شخص واحد غلط قلت بس هي ورشه كتابه من الناس اللي راح يكتبون حلقات دبسته قلت تعال حبيبي انت خليك المرجع ولبسته في 5 حلقات يكتبها بروحه بعطيه بس انا تريتمنت اللي المعالجه الدراميه مالت الحلقه نعم وروح انت افوته في الحيط ويكتب ايش لي فيه انا هو يعرف الاشياء كلها اكو ياس قدامك وتو طلع قاموس يعني انا ترى بمسكها عليك للدب ليش شارجه تبي توسمني فيه عشان ربي هو تقريبا يعني تنفخ في حلجي عشان تشوف فيك هو تقريبا الواحد لازم يكون يعني ملم في تراث او شيء خاصه يعني او شيء يمسه انا وايد من النوع اللي اتابع واشوف وابحث وما احب اكون يعني ما احب اكون في يعني ما احب شيء يمر علي وانا ما بعرف انه على فكرة طبيعتي كذي على فكرة بزيد صدمة ثانية لهم مو بس في السوالف هاي هذه يدخل انستغرام يشوف اكلات غريبة مطاعم برا يقوم يشوف المنيو كيف يسوون هذا موز على فراولة على المحتويات مالت يقوم يسوي الشيء اذا ما وصل له مثلا شاف الطبخة هاي في البرازيل طلال هاي في البرازيل كيف يسوونه ما ادري راح لك السوبر ماركت ولا جمعيه خذ المكونات بالعكس هي حلو فعلا لا لانه جد ما في شيء خاص زين تضبط ولا لا تضبط هذا اهم المصيبه تضبط ما شاء الله عليك ولا ما قصيت هو شو اللي يصير وياي انا اشوف الاشياء مثل الجديده اللي طالعه طبعا في السوشيال ميديا احنا نشوف يعني ما شاء الله السناب مفتوح بيوت الكل مفتوحه بالسناب ما شاء الله كل شيء جاهز واشوف يروحون وغير انا يعني كمثل نحن في المسرح مثل المسرح ميودنا اذا مش مسرح
تلاقينا نصور، اذا ما نصور تلاقينا كذا، يعني ما عندنا وقت ان نروح للمطاعم ونشوف ونسوي هذا. فالاشياء الجديده اللي شوف الكل يصور، فمن فتره راح نطالع سالفه الاساي، هو اساي اساي اسمه، نعم اللي هو عارفينه ما تعرفينه، اللي هو اللي فوق موز وما ادري شو بذور الشيا. الحين طالع اسالهم هذا وايد مفيد على فكره، وايد مفيد. هو اقول لهم هذا شو؟ قالوا هذا اساي. زين شو الاساي؟ عباره عن فواكه. زين اوكي شو سالفته؟ اسير عند مو يبيعه؟ لا 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 تجربه ما يستاهل، سعره غالي. انا لقيته في القريه العالميه اظن سعره كم يوصل موجود. شيء و50 شيء و40 يوصل. زين شو هذا اسير؟ نت اساي عباره عن شو؟ فواكه ثلجه شويه حليب تضربينه في الخلاط بالوده، بس تضربينا بالخلاط بتصير سموذي يعني هذا، وتحطين عليها شوفان محمص وفواكه اللي تحبين، ايش تحبين تحطين فوق ايش تحبينه. فبما اني انا ما اقدر اكل الحين هالفتره ورمضان وهذا، قلت بجرب اسويها يمكن خفيف، وفعلا وايد خفيف يعني مفيد وخفيف. فاشتغلت عليه البارحه الصدمات اللي عنده وماشي اليوم وسوالف ثانيه وطبخات ثانيه واشتغل. وين ما سافر لازم يجيب بهارات البلاد اللي مسافر لها، اجربها في البيت شيء لذيذ والله. بس بالعكس ادري شوف يعني يقول كل ما يروح مكان شيء بهارات، اي بهارات اي اشياء يعني اني احب اجرب احيف يعني. وانا اجيب لي فنايل بعد بس اكيد انت مستمتع اكثر يعني انكم في هالمسرح مثلا تكونون في وقت تبون اكل تبون شيء مو تطلعون. ف لا لا هم خالصين منه، لا خالصين مخلصين مصورين فيلم ثلاثة ايام، احنا عايشين برا على البيت في ثلاثة ايام اكل لين هنا ما شاء الله. سوالفكم حلوه، وبعد الفاصل بنرجع نتكلم عن فيلم خلخال، ايش رايكم؟ يلا نطلع فاصل الحين، يلا مشاهدينا طالعين فاصل وردين لكم مره ثانيه. رجعنا لكم عقب الفاصل مشاهدينا لبرنامج فوالة ولضيوفنا سلطان وطلال، مرحبا فيكم مرة ثانية. مرحبتين. شو رأيكم بالرقاق؟ ياسي كلمني يقول لي تراب، أقول له ما في تراب غير اللي في ديك، لابس ساعة مش موجودة ظني في السوق بعد. وين بوليت؟ كاسيو ذهبية. بوليت على فكرة ردت موضتها من تقريبا سنة، لكن اللون الأسود عندك كل الالوان تذكر تحت اللحاف وشغلت الاخضر. ترى انا كيف اسوي فيه مذلهم؟ هاي نفس الكاميرا مال الحج نفس بعد هذا. تذكرين الليزر الاحمر؟ ايه بس هاي الاشياء الاثنين عاد فعلا اختصاص، كنا ما نصدق حد يجي من مكه ايه عشان بس يجيب لنا الكاميرا. طبعا ما في حج المبرور سعيد مشكور، ما في يبدي كاميرا والنثور تفرط الكاميرا سلطان والنثور بعد لا تنسى نتجهز اول شيء حق النثور. النثور طبعا، والعلم الاخضر اللي عند هالبيت في حاج. هي والله فعلا هاي الامور مش موجوده الحين. لا موجوده مش كثير، بعض الفرجه مو مثل قبل يعني اذا كان في بيت عليه علم عرفنا. لا الحين ما الحين في صينية وبقلاوة وعلي قبل أيضا جسم. صعوبة في السفر مو بنفس الحين من الممكن أنه يعني كل شوي في حد مسافر في البيت يعني هذا عادي. السبب صار عادي صار عادي الموضوع. خبرونا عن فيلم خلخال اللي هو من تأليفك وأخراجك وأيضا شارك في تمثيله سلطان ويم سلطان قصدي طلع المدش بلا لا خلخال لا هو لا على الأقل شيء سولفي جاسحة ما رياكشن رياكشن طلال يضحك فيلم خلخال أحسه مصدوم أشوف ويم أقول له جو لا وشوي فيلم خلخال هو مشروع كتبته أنا وأخوي سعود الشحي من 2015 وبدينا تصويره كفيلم طويل في 2015 أواخر 2015 على 2016 وتوقف المشروع بسبب غياب الدعم ما دعم والسوالف واحباطات صارت لي ووقفت المشروع. وشفت حال الافلام اللي تنزل في السينما البعض طبعا ما نقول الكل كان حال يرثى له يعني حسيت ان الافلام طارده للجمهور. فقلت حق سعود بلاها ما نشتغل احسن الفيلم انا مسوي فيلم سسبنس غموض وفي جرعه رعب يعني انا مسوي غير يعني مسوي ست افلام في فيلم واحد يعني ست قصص في فيلم واحد. فقلت له هاي النوعيه من الافلام اللي تخلي الجمهور يتفاعل مع الفيلم ويجي يفكر طول الفيلم يعني ما انه جاي قاطع تذكره وشي لا يستمتع وفي نفس الوقت يعيش معاي الفيلم. فالحمد لله الشباب ما قصروا شجعوني قبل فتره دخلنا تحدي
حولت الإخراج بدل ما يكون إخراجي أنا بروحي، لأن أنا عندي مشروع ثاني شهر 10 بيكون إخراج فيلم طويل بروحي، فخليت الإخراج على 3 مخرجين. سعود الشيخي خليته يخرج قصتين، حسين الأنصاري بعد ما شفت تجربته فيلم علي وعلية وكنت معاه ممثل واشتغلنا بداية عشق، بداية عشق، فحسين خليناه ينضم ويانا بحكم أنه دش مجال الأفلام، وأنا خذيت القصة هي القصة الرئيسية الربط ومجموعة قصص ثانية في الفيلم. فوزعنا الإخراج، التأليف ما بين 2، تولينا مهمة 22 ممثل في الفيلم هذا، 22 ممثل، بدينا التصوير تاريخ 18 خلصنا في 28، يعني في هالفترة الزمنية البسيطة تعاملنا أن كل مخرج يخرج فيلمه على مدى يوم يومين، لأن هي مثل أفلام قصيرة داخل فيلم واحد. وعقب الربط عندي أنا اللي قام فيه الدور سلطان، خذ دور طلال في الفيلم اللي هو دوري أنا، لأن الفيلم يتكلم عن طلال وسعود يبي يسوون فيلم، ودخلنا في أحداث طبعا ما أقدر أقول كل شيء. ليش ما خذيت دورك؟ ليش أعطيته حق نظرة الصدمة؟ لا شيء لازم في النسخة الأولى كنت أنا أوكي، ولكن في النسخة الثانية ليش ما مثلت أنت؟ لأن في فيلم بداية عشق انتبهت على سلطان في مشهد واحد، كنت أنا ياس برا أشوفهم، المشهد كان يدور بينه هو وبين عبد الله المقبالي، فصارت لحظة صمت اللي أنا أحبها موجودة، اللي هي اللحظات السينمائية أكثر ما أنها لحظة دراما تلفزيونية اللي هي رغي واي، فشفت تعابير فانتبهت على المونيتر، وأنا من النوع اللي يوم أمثل أي شيء سواء مسلسل ولا فيلم ولا شيء لو مو بأنا المخرج بس بعد أقعد عند المونيتر، لأن أحب أشوف، أحب أتعلم من أي حد، أنا بهالطبع فيني ما أقول إني وصلت، انتبهت على الرياكشن، فاللغة السينمائية كانت حاضرة. يومين اشتغلت في الخال قلت حق سعود أنا ما راح أمثل في الفيلم وراح أسند الدور لسلطان، قال لي ليش؟ قلت سلطان راح يعطيني اللي أنا أبي بالضبط وراح نظرة المخرج هي في النهاية أنا هاللي أبي، وفعلا قمنا بورشة، وعلى فكرة عذبتهم يعني حتى يوم التصوير ما صورت المشاهد اللي أبيها، خليتها ثاني يوم، بس قلت لهم تعالوا لي حافظين وما بيكم. ترى هذا السؤال اللي كنت بسأل سلطان، هل التعامل مع طلال صعب في وقت العمل؟ مش خلي الصداقة خلي وقت العمل. أقول الصدق ولا أكيد الصدق طبعا. ترى عادي إذا تبون أكذب بكذب. لا لا بصدق، هو روحه قال أصلا طلال من أحلى يعني من أروع الناس اللي ممكن تشتغلون معاهم في سواء المسرح ولا سينما ولا غيره. بس طلال كتع يعني نحن اساسا نحن شو نسوي خلاص يعني يوم ندش اللوكيشن نفصل ان هذا ربيعي وهذا ربيعي، خلاص انا جاي انا هني شو دوري، انا اليوم شو دوري ممثل، خلاص انا ممثل ما يلست يعني يجلس انه مخرج لا 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 ما في هذا مخرج هذا مخرج انا ممثل ممثل هذا صوت صوت خلاص. فطلال من نوع اللي يتنرفز رقم في التنرفيز رقم واحد يعيبكم، كنا واحد معانا نعرفه كذي صح يعصب يعصب صح اكيد نوجه له تحيه لا كنا بس في شغله لا شوف انا صار هاي معلومه لازم على فكره لحظه اللي يعصب واللي ينفعل هو من اطيب ويبغى شغله يكون احسن شيء بس هل بقول بس انا ضد شغله يعني انا ضد شغله اللي هذا صار تقليدي يعني هاي بالاضافه اللي يقوله سلطان هاي موضه قديمه صار واحد يصرخ في اللوكيشن وفعلا انا اللي اشوفه يعني هاي اولد سكول مو انت جايب ممثل فانت جايب احساس في اللوكيشن انا شو اسوي معاهم لا اصبر ما تكلم لا انا بقول المعلومه هاي انا بقول لهم انا بقول لهم لا بقول المعلومه طيب ما نبغى احنا بناخذ رايه هو زين بس انا لاني بقول التفصيل اللي اسويه انت بتدافع عن نفسك لا هو لا هو ما بيدافع هو على فكره بيقول نفس اللي انا بقوله هو اللي بيصير اللي يصير شو يصير عندي انا يعني انا هاي صارت معي حتى في الفيلم ان جيت مثلا عند خليفه البحري همست لفذنه بدون ما اسوي هالشوشره كلها عطني الاداء الكذا كذا لا جيت له جيت في وجهه قلت له انت راح تشوف الموت بعينك ما شفنا احنا في الحياه الموت لكن انت اليوم بتشوفه جيت قلت له فذنه بالضبط شو ابا منه بالملي وراويته وجهي الثاني ان يا تسويه فركش في ممثله كانت في اللوكيشن بسبتها قلت فركش صوت عالي قلت وانا من النوع اللي اقول ما انا ما علي صوتي ولكن هاليوم عليت صوتي قلت فركش ليش لان في سنس معين انا ابيه انت جايب
مثل ما قلت لك والوقت بعد والوقت لا لا يكون صغير. لا لا الوقت انا ما عندي عامل الوقت هذا ان شاء الله يتم لي الصبح عادل. لا لا لو انت مثلا لايف بتطلع لايف بعد شويه وانت لازم في اشياء كذي هي لا شوفي هو شوفي شو يصير معك انت تتعامل مع عقول وارواح العقول والارواح ما تتشابه ولكن انت على الورق الحين الورق شو يقول صحيح. يعني سلطان انا شو اللي عجبني فيه سلطان ما يجيني سلطان يدخل من الباب سلطان لين ما يوصل هني من نقول رن كاميرا يصير اللي انا ابيه فشو يصير يدرس الشخصيه يدرسون الشخصيه ولكن تصير عندهم صدمه الصدمه وين ان الشخصيه المرحه اللي كانت وياهم تو تسولف فجاه من اي ساعه امسك المونتر على طول لا من امسك المونتر خلاص مو بنا لان الحين اصير وايد جاد ومرات يعني اجرحهم بالكلام انا اسف يعني على هالشيء اعتذر لو اعتذر حق وايدين اصلا على هو لو يشوفوني وايدين لا يشوفون شو ما يشوفون اي يشوفون زين تعبك بس كنت انا فشو بس لا ليش لان في النهايه ابغى الشيء اللي يعني اللي انا متخيلنه لان في معلومه يمكن ما حد يدري اغلب الافلام اللي اخرجها انا منتجها ومرات في البدايات كنت انا اصورها بنفسي يعني في لقطه معينه احساس معين امسك الكاميرا واروح المصور استريح شويه ما راح تفهمني لاني انا اقوم امنتج واركب اللقطه في راسي فاقوم اصور اللقطه اللي ابيها بالضبط او المشهد السين هذا اللي ابيه بالطريقه اللي ابيها وبتقطيعاتها فمرات تصير معي شيء اني اجلس وماسك المونيتر وطالع فهني هم يشوفون لا يسولف مغيب وايد تنشن وايد هذا ولكن بس يعطوني الحس اللي ابيه بالملي يشوفون واحد فجاه يتنطط ويرقص ويقول كت ويا سي يرقص وهذا الكذا بوصل له انا يعني طلال مثلا هل اللي كان يقول على مثلا انه تنرفز مثلا يوم من الايام لطاف الايام لطافت يعني تنرفز طلال طبعا هم يصورون برا وانا خلاص انا كممثل ما لي علاقه هناك ايلس ليه ما يقولون انت سلطان تعال مشاهدك الحين فيالس داخل ما وعيت لك بوب كوتا هذا شو لا فركش هذا شو لا هذا شو طبعا هو عاطن يعني اعطاهم الجو طبعا الشباب خايفين إنه طلعت نرفز وكذا وهاف الشباب خذوا له من حشرة وفي زاوية إنه طلال متنرفز حبي أنتم ساكتين وطلال يعني صارخ مال شو مال تعالوا راضوني وهذي لك خايفين يعني لا هاي تريه هذي لك وهذي لك خايفين ما خلصنا سنتو بحلجي ما خلصنا والمخرج الثاني اللي هو سعود الشحري ما عليه طلال بس خلاص هدي وما أدري شو لا وهذاك يهدي وهو شو يسوي ياس يزيد بعد راضني زياده بعد زيدني شو قال ذمتك على هو شو قال ها ادمي هذا يراضي واحد شي يقول له شو قال لي وانا اشرب سنتوب يا سهدي عقب مهم شو قال لا انا الحين معصب فركش يعني فركش لا 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 يا ريال شو قال فركش قلت خلاص انت خلاص قال لك خلاص خلاص انا اوكي انا اشرب العصير شو قال انا الحين اوكي فتح العصير ويشرب قال خلاص انا اوكي قال زين خلاص انت راضي هي زين عطني بوسه ليش بوسه كان عصب زياده عصب زياده يعاملني مثل طفل اجي عشان تضحك انا هديت يعني طفت المرحله ردني مره ثانيه عيل يا فركش لا ما في تصوير وما واخي رديت حق اخر شيء المهم يوم ما شاف فايده وما حد جاي راضي وهذا صبر. طلع برس هيكمل مشاهده كمل ساري كمل مشاهده انا شو سويت قلت ما علي انا بتريا لي مشاهدتي انا براضي بس طريقتي الخاصه سلطان تعال اول مشهد لك بتصور الحين يوم سرت هو اصلا اتوقع هذا المشهد قبل الاخير بالفيلم كان صح هي عكست هو عكس يعني صور المشهد اللي قبل يعني قبل المشهد الاخير بالفيلم يعني اول مشهد انا صورته كان هو على اخر الفيلم ياد قال شو قال لي خليفه طايح اساس انه ميت انت جاي الدوره فشفته خلاص اوكي يلا يلا ورحت انا من بعيد تعال لا تصير بعيد خليك هنا قلت ما يخصكم انت خلوني هنا بعيد لا تقول كل شيء تحرق الفيلم جيت وعطيت المشهد اللي يبغى طبعا يعني انا بس يعني جالس ادي بدون حوار جالس ادي بس رياكشن جالس ادي واتري الكت وهو من الوناسه وانه فرحان ما قلت كت عايب انه ياسي طالع ومخليني انا بكني كمل كمل لان انا عندي في الفيلم عندي لحظات تحبس يعني انا بتعامل نفسيا ويا المشاهد فبخليه يختنق يعني انا لعبنا بالسنس انه مرة واحدة أمسك اللقطة
او امسك المشهد هذا او الرياكشن نفسه، الياس في الصاله بيسوي الياس في الصاله وانا حاسبينه بالملي اباها شيء. فيوم سواها سلطان سواها وزياده فاستمتعت غيرني عذب. ايه ما بس اعذب المشاهد، راح اعذب الممثل اللي قدامي. انا الحين ابي اعذب الكل، ليش لعوستوني؟ ما بقول. بس بالاخير، بس بالاخير يعني يعني التنرفيز اللي هو يتنرفزه مش لصالح العمل، لصالح العمل هو يتنرفز. لان مثلا طلال اليوم يا كتب اوكي هالمشهد مثلا راح يتصور بهالطريقه وبهذا الاداء وبهذا الاداء، اذا يا ويعني اللي في باله ما صار، ما استوى اللي في باله، بس هالشيء الوحيد اللي ينرفز طلال. اكيد طلال. سلطان وطلال ترى المخرج وايد معورنا قلبه عليكم، فيقول بس ذبحتوهم اسئله خلوهم يروحون عرق متراتي يتقهون كل شوي قال يا اخي هو حق المغرب مسوي قص، نبي نقول حق الكل احنا مسوي قص ما اقدر اكل. يلا يلا انت كل لا تصير معاهم عشان تسولفون هناك عشان تشوفوا العابكم بعد. هي سولف يلا قم العاب اللي كان سولف قم شوي ولا توسمني انت بعد. لا لا ما بس باخذ لي يوزه. الله عقبت ترى اليوز مفيد. تعال حياك تفضل. يلا تعال حياك الله. منو اكبر؟ هو الاكبر والله، هو الاكبر والله. انت اكبر طلال. يلا تفضل. 82 يلا تفضل. انت كم؟ 89 احساس انه يعني جايب 95. السلام عليكم. السلام عليكم حياك تفضل. احنا لين قبل شوي كانوا مروه وسهام كلموكم على المشاكل اللي صارت والعصبيه والتصوير. نحن بنروح بعيد، بنروح لالعاب الطفوله، بنرجع للماضي شوي. ليش العاب الطفوله عنده والله على اساس انه انا كنت ادق الجرس واشرد، هاي اكبر لعبه لعبتها في حياتي. بس هذه صدق كانت لعبه نلعبها، معنا مو معترف فيها كلعبه بس صدق احنا سميناها لعبه. هي معترفه كقضيه يعني اساسا الالعاب الشعبيه يعني بعد ما كانت العاب يعني سووهن، فنحن بعد سوينا العاب حق عمان. هذه اللعبه اللي كنا نلعبها اللي هي ندق الجرس ونشرد. شو المتعه اللي صدق يعني احنا سويناها اتوقع بعد سهام ومروه سووها قبل، بس شو المتعه ان ندق الجرس ونشرد؟ هو يمكن طبيعه الياهل نفسه طبيعته حركي. ممكن ياهل؟ لا الياهل بشكل عام الياهل حركيين، شيء معروف حركيين وايد. يعني يمكن يعني هل يمكن هالشيء من ضمن يعني من ضمن الحركه الزايده اللي عندهم. عندهم متعه اي شيء متعه، بس متعه. قبل اذكر وحده كانت تدق الجرس بس تتم واقفه، تسوي نفسها انها طايفه بس اذا ما تشرد. لا اذا حد شافني بقول لهم والله ربعي دقوا الجرس انا كنت هني. ما انا سويتها مره وحصلت طراق وخلاص من يومها. لا بس كملت هي يعني خلاص كملتوا بهذه الالعاب. بس في بعض الالعاب اللي معروفه يمكن قالت لنا قبل شوي عنها ام محمد، العاب شعبيه معروفه. نشوف الالعاب الشعبيه اللي استمرت يعني يمكن لين بدايه اللي جات لنا وصلت تقريبا لين الحين اللي تمت لين التسعينات مثلا بالضبط. او موجوده الحين هي قبل الايباد اللي هي يعني عندك عنبر بسكيك اللي استمرت بسكيك، هذا كانوا اول يلعبوا الاولاد والبنات بسكيك الضيقه. هذا سكيكنا اول قديمه. طيب هذا اللعب يروشوا البنات، الاولاد يروشوا البنات بحصى، والله فلان راشني. لا انا ما رشت بروحه، صح ولا حصلت ولا ما حصلت؟ بس نحن كاولاد يعني يمكن الاشياء التراثيه الالعاب التراثيه تمت معنا لين التسعينات مثلا او موجوده لين الحين، اللي هي عنبر. اللي هي كيف يلعبونها؟ العنبر اللي هي نيب قواطي. قواطي لا نيب قواطي، وهو الكره الخضراء هي ونضرب وعاد اللي يعق شو اسمه يحقونه بالكره ويضربونه. طبعا الالعاب كلها دفاشه. ليش لعبنا كذا؟ ما لعبنا كذا دفاشه يعني. هو في نفس الشيء الحين وايد. وعلى فكره حتى صيد السمك اللي هو المجموعه داخل ومجموعه برا بعد فيها ضرب هي، ويعطونهم مقترحات ان مثلا كل واحد يسمي عمره اسم فيعطونهم الاسم فيختارون اسم واحد فيدخل الشخص هذا شو عليه؟ يمسك اي حد من اللي داخل ويطلع برا، واذا زخوه ضربوه الضرب لين ما هو يقول ميت. صح. لين ما هو يعترف انه خسر. لين ما يقول هي يستسلم يعني. هي يعني شوف انا بقول لك المصارعه جايه من هاللعبه. خلي عنك صدقني المصارعه جايه من هاللعبه. ترى المصارعه يصارعون ويسوون لين ما الحكم يضرب ثلاث مرات على الارض خلاص. الحين يوم هاي العابنا من شوي تكبر انت وانا اكبر وجدي تقول جلد تمساح ما نحس بشيء. لما صغرنا كذا كلنا لعبنا ضرب. زين حلوه هذه الالعاب. بعد شوي كبرنا كذا كان في الكوره.
اللي هو قوانين تحطونها شيء على كيفكم كل يوم. طيب فاول كندوره من طبعا فاول كندوره طبعا هالقوانين مال الكره ستوب سياره تتغير. بس على فكره احلى قانون في الكره ان اذا صح اللي جاي بالكره جاي بالكره وجاي الملعب وزعل عليهم يشيل كرته ويروح ويخلي الوادم ها 13 ولا 15 يخليهم يتريون في الملعب. بس هو ما يحط قوانين هو يحط القوانين هي الكره بعد هدف هو الكابتن هو الكابتن هو الحارس هو الجسمه هو اللي يلعب على مزاجه. شو كان دوركم عاده اللي ما يبي يلعب حارس؟ والله شوفي تبين الصدق انا في حياتي كلها لاعب كره مرتين واخر مره طرديني ولليوم مش ما لعبت ما يلعب ما يمكن انا حساس لا ما بلا والله سابيني يقولون انت ما تعرف تلعب هاي حساس اقول لك شيء لا شوفي احنا مثلا على فكره وايد العاب بحكم مثلا فريجنا وايد بكل سكه في الفريج او خلينا نقول حطينا توقيعنا في كل سكه في الفريج بكل مكان حتى كنا نروح نلعب في فرجان ثاني بعيده عنه بس عشان هم والله ننوع في اللعب يعني يمكن يكون عددهم اكبر يعني في هال اكثر بال على فكره حتى بجانب حتى الرياضات اللي مثل كره القدم والطائره الاشياء المعروفه هذه هاي كنا نلعبها بس في اشياء موسميه يعني مثلا هي في الشتاء تتنوع الالعاب مثلا بالنهار نلعب كره وعلى فكره يعني هاي الشغله مفقوده الحين حتى عند الاطفال لان تخيلي احنا مثلا نقضيها من بعد ما نرجع من المدرسه في حركه لين ما نرقد وهذا اللي كانت ما تخلينا احنا اليوم نعيش بهالامراض اللي نشوفها في الاطفال مثلا السمنه السكر الكذا يعني تخيلي انت العصر تلعب كره عقب المغرب تلعب هوسي عقب العشاء تلعب كوك وكلها فيها ركض وكلها فيها حركه اشياء بدنيه حتى ذكرتوني بسياره الايس كريم اللي كنا نلحقها بس والله انا لحقت سياره الغاز يعني كنت اشم دخان ليش نسيت كان في هاي متعتي انا في الحياه وحتى الرسوم كان ساعه في اليوم في العصر شوفي رسوم الله يرحمه الدعوق ذكره عقال ابيض الله يرحمه كنا نتريا نتابع برنامج ديني بس شيء عشان اللي بعده يعني عشان النكست اللي بعده يعني واللي بعده كنت تتابع رسوم طبعا لان انا واحد من الناس تاسست اصلا على جيل اللي هو الجونجر رعد العملاق وسن شير وكذا كابتن شومان كابتن ماجد هي كابتن ماجد وهذا كله انا اخر سنان رسوم. شوف انا اخر رسوم في جيلي انا تابعناه كلنا كجيل كونان وبوكيمون عقب وقفنا كبرنا لا لا انا قبل البوكيمون والله وقفت من ايام طمطوم ومدينه التوت هو يعني شوفي هاي طفولتنا يا رسوم حلو حلو هذه الأجواء بس البيت شوفي البيت ما كنا نجلس فيه يعني نهائيا أنا ما أذكر إلا شوفي لمة العشاء هاي المفقودة بعد حاليا إن كنا نتعشى من أكل البيت طباخ البيت مو كل واحد ماخذ له من الكافتيريا ولا واحد ماخذ له من الأم تتوهق على الغداء تيم سوي ثلاث أصناف ليش هذا والله يحب سمك هاي يحب دياي هاي يحب لحم تيجي على السفرة تشوف ثلاث أنواع لا تيجي الأخت تقول كانت نباتية نعم وزنها ألف ولا نباتي ولا شيء فهالأشياء المفقودة صح في أشياء تغيرت بس إحنا دائما نقول إحنا نقدر نسويها يعني إحنا نقدر نرجع هذه الأجواء ترى المشكلة نرجع لو رجعناها مثل ما قال يعني البديل قوي خلاص البديل وايد أقوى وايد أقوى البديل الفيديو جيمينج الآيباد الأشياء الألوان اللي موجودة الأشياء الإلكترونية السوشيال وخاصة ميديا وخاصة تعودوا عليها اليهال بعد من صغرهم فصعب إنه الحين الأولاد ما كمان خالون الأولاد الحين غير عن أول الأوليين البنت تلعب مع الولد والولد يلعب مع البنت ما أدبين هكا الحين لا الولد صغير صف أول وثاني ما تأمن به مع البنت ولا تأمن فيه مع أكبر عنه شو صحيح هذا من السوشيال ميديا نحن سرقنا الوقت عد الوقت بسرعة وصلنا لنهاية تفوالة اليوم برابع ليلة من ليالي رمضان على أمل بإذن الله نلتقي وياكم باكر بليلة جديدة نشكر ضيوفنا الأستاذ طلال والأستاذ سلطان نورتوا الاستوديو اليوم استوديو تلفزيون البجيرة وشكرا لزميلاتي سهام ومروة يعطيكم العافية ونلتقي لكم إن شاء الله باكر بنفس التوقيت دائما من 11:30 لين الساعة 1 الله يعطيك العافية وإحنا بعد سنة وياكم اليوم خاصة مع ضيوفنا على الكوميديا والجو الحلو نورتونا سلطان بن دافور مؤلف وممثل وطلال محمود مخرج ومؤلف شكرا على تواجدكم اليوم معنا في برنامج فوالة شكرا سلطان وطلال نورتونا وكلكم طاقة إيجابية وفعلا يعني الحلقة كانت جميلة جدا بوجودكم نورتونا لا والله أنتوا اللي يعني كمنبر إعلامي تشكرون على الاستضافة هذه ويعطيكم العافية على هالأجواء الحلوة أصلا أجواء رمضانية الله يعني تعالوا كل الجيمات
ان شاء الله بعد ما اخلص خبز رقاق بعد. مشاهدينا وصلنا للختام، اتمنى ان شاء الله حلقه اليوم نالت رضاكم. مشاهدينا اكيد تريونا باكر في نفس الموعد ان شاء الله في برنامج فوالة في ليله رمضانيه جديده ان شاء الله. في امان الله، مع السلامه.